هذه الأخت حورية تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف الفضفاضة من كل النواحي لجسم المرأة وساترة، هل يجوز لبسها؟ لما كانت المرأة مطلوب سترها واستعمال العباءة والجلال الساتر، فإن الأعداء تسلطوا على هذه العباءة ليفسدوها، فصاروا يعبثون فيها ويحدثون لها أشكالا تصبح من أنواع التجمل وليست من أنواع الستر. هي المقصود من العباءة الستر لجميع البدن من الرأس إلى القدم والعقب، هذا المقصود، ولا تكون ضيقة، تكون فوق الثياب باب الاحتياط للمرأة، هذا هو المقصود من العباءة. تكون أيضا ليس فيها زينة ولا تطريز، وإنما تكون ساذجة ليس فيها تطريز ولا زينة، ولا تلبس على الكتف بل تلبس على الرأس، هذه العباءة المطلوبة. نعم.